في تركيا لقي 5 أشخاص مصرعهم بسبب سقوط مئذنة جامع حطمتها العواصف العاتية التي هبت على جنوب غرب البلاد. وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية التركية استمرار الأمطار والعواصف حتى نهاية الشهر الجاري. إلى تقرير عبد الناصر سنجي من إسطنبول. الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة اجتاحت معظم أرجاء تركيا، ويبدو أنها قد أتت قبل موعدها وباغتت الأتراك. الأمطار والعواصف الرعدية تسببت في مقتل عدد من الأشخاص في مدينتي إزمير وباليكسير، وتضررت عدد كبير من المنازل والمحلات في مدن أخرى كإسطنبول وسينوب وزنجلداغ وأنطاكيا وغيرها جراء السيول التي غمرت القرى والأحياء الفقيرة. الرياح كانت كزلزال، حطمت سقف متجرنا الذي هوى فوق رؤوسنا وغرقت المياه كل محتويات المتجر. كنت أقف قريبا من الجامع وهوت المئذنة وتحطمت بسبب الرياح القوية وقتلت عددا من المصلين. مديرية الأرصاد الجوية حذرت من استمرار الأمطار الغزيرة والرياح الجنوبية الشديدة حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، وتوقعت انخفاض درجات الحرارة ما بين 3 و5 درجات، وأن رياحا شديدة ستهب على جنوب ووسط تركيا اعتبارا من الليلة. الأمطار الغزيرة إذا ما استمرت في الأيام القادمة وفق توقعات الأرصاد الجوية فإنها ستحمل مزيدا من الأضرار للأتراك وخاصة أهل القرى والمناطق الأقل نموا. انهدم سور المسكن وأحطت المياه بالمنازل هنا وأغرقت السيول المنازل والسيارات كما ترون. كنت نائمة وأفقت على صوت سقوط سقف المنزل الذي أصاب زوجي بجروح. سيارتنا تهشمت ونحن موظفون، من يعوضنا عن الخسائر التي تعرضنا لها اليوم؟ هذه الأمطار الغزيرة والسيول العاتية ذكرت الأتراك وخاصة أهل إسطنبول بالسيول التي جرفت عدة مناطق فيها وحصدت أرواح نحو 30 شخصا في شهر سبتمبر الماضي. وينصح مسؤولو الأرصاد الجوية سكان تركيا باتخاذ الحيطة والحذر في الأيام القادمة التي تنتظر فيها مزيدا من الأمطار والثلوج والعواصف. العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة جاءت مبكرة بعض الشيء هذا العام وفاجأت الناس، وفي حال استمرارها حتى نهاية الشهر الجاري يتوقع أن تعرض تركيا لمزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات. عبد الناصر سنجي، بي بي سي، إسطنبول.